أستاذة آية تتفضل. أستاذة آية. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي جوزي قاعد ما بيشتغلش، وأنا قاعدة معاه في قلب البيت. هو دلوقتي مثلا والده سايب له بيت، هو بيلم إيجار قديم، بيلم مثلا 1500 جنيه. وبعدين حضرتك ال 1500 جنيه دولت أنا بدفع منهم مية وكهرباء وكهرباء وعلاج لحماتي، محمتي عايشة، البيت بتاعها حماية. طيب. وبدفع العلاج وأنابيب ودروس لعيالي، أنا معايا ولد وبنت. طيب. وحضرتك دلوقتي، معلش أنا آسفة، حضرتك دلوقتي هو كمان بيجيب سجاير من 1500 جنيه دول. أنا اللي بيتبقى بمشي نفسي بيه بالعافية، يعني بالعافية بالعافية. حضرتك أنا بقول له اشتغل، مش عايز يشتغل، يقول لي هو أنا عشت كده، لو مش عاجبك امشي. بقول لي لو مش عاجبك امشي روح عند أمك. وأمي بتقول لي تعالي تعالي، بس أنت لوحدك ما تجيبيش عيالك. طيب يعني انت عايزانا انت عايزاني اكلمه يا استاذه ايه؟ انا عايزه ادخل اي فلوس حتى انا اشتغل، بس هو مش راضي، بيقول لي لا. يعني انا حضرتك عايزه اقول لك والله العظيم ثلاثه، انا بروح عند والدتي عشان هيك، وقسما بالله بيصعب عليا. ربنا 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 يوسع عليك ويحفظك ويحفظ اسرتك. انا هكلمه دلوقتي يا استاذه ايه. بص يا سيدي، خدي اللي انا هقوله دلوقتي وسمعه له. بص يا سيدي، انت ممكن تكون متصور ان الشغل دوت مهانة للناس. انا عايز اقول لك حاجة، الشغل هو جزء من مفهوم الرجولة، فالرجل يكتسب ويسعى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما ارشده ان هو يروح يشتغل وما يمدش ايده لحد، قال له هذا خير لك من ان تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك. انا عايز اقول لك، انت ممكن النكته السوداء دي ما تجيش عشان انت اللي سالت، لكن ممكن النكته السوداء دي تيجي في وجهك عشان انت تركت اللي بيرعاهم يسالوا الناس. يعني كل وجع هيحصل في قلب ولادك، او كل ازمه، او كل فتنه، او كل موقف وازمه هتتعرض له مراتك، هيبقى نكته سوداء في وجهك. عارف ليه؟ لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، فأنت مسؤول عن رعيتك. كونك شايف أن أنت بدل دخلت 1500 جنيه أنت كده خلاص محدش طالب منك أكتر من كده، لأن دوت اللي تقدر عليه وأنت ابن عز، والشغل دوت ذل. لا، الشغل مش ذل، الشغل كرامة. الشغل كرامة لأن الشغل ده اللي هيدخلك في قوله تعالى وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. انت عايز تبقى عبد صالح مقبل على الله وعارف يعني ايه عبودية وعارف يعني ايه رجولة، لازم تشتغل. طب ولو ما اشتغلتش؟ انت فتان. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتان انت يا معاذ؟ عشان ايه؟ عشان حمل المصلين بس ان هم يطيل عليهم في الصلاة. طب وانت بتحمل اولادك وبتحمل مراتك ان هم يمدوا ايديهم، مش دي فتنه برضو؟ مش دي برضو اسوا؟ مش ايه؟ مش دي انانيه؟ وعلى فكره والظلم ظلمات يوم القيامه، فاتق الله في اولادك، مش هتخسر حاجه. على فكره انت لو خرجت واشتغلت ربنا سبحانه وتعالى هيقذف في قلبك نور، تجد حياتك تتسع، وتجد الأشياء اللي كانت صعبة عليك بقت سهلة، وتجد الإنسان اللي يبقى سعيد بدل ما أنت مضطر تشوف نظرة الضيق ونظرة الشكوى ونظرة عدم الرضا ونظرة السخط عليك وعلى أفعالك من زوجتك ومن أولادك. يا أخي اشتغل، اشتغل، عشان اللي بيشتغل ده بيحس بمدد ربنا، بيحس بدعم ربنا، بيحس بكرم ربنا. لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. هتشوف رزق ربنا ازاي ونور ربنا ازاي وانت ما بتشتغلش. انت اذا ما كانش عندك مانع من موانع الكسب، لو انت قاعد كده انت للاسف بتضيع نعمه ربنا عليك، وهي نعمه الصحه ونعمه الفراغ. فاتق الله واشتغل.
اشتغل عشان ربنا سبحانه وتعالى يحب أهل العمل، ولذلك قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاشتغل عشان ما تفتنش أهلك وما تفتنش أولادك.